offensive là pour l'Algérie. Le crochet. On va essayer de tourner. Oh, quel but exceptionnel. On est accroupi. Oh là là. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة الجزائر فوت، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش دعمنا بالاشتراك واللايك وكذلك تبارطاجيو الفيديو إذا عجبكم. إذا اليوم في الحلقة تاع هذه المرة راح نتكلموا عن المنتخب الوطني الجزائري، راح يواجه يوم الخميس على الساعة 8 مساء منتخب غينيا الاستوائية في مباراة ما نقولش مصيرية وما نقولش حاسمة، لكن مباراة مهمة، راح تبقى مباراة مهمة. وعلاش مباراة مهمة؟ هذا هو موضوعنا في هذا الفيديو، وعلاش تعتبر أول مباراة لبيتكوفيتش في تصفيات كأس إفريقيا مهمة ماشي حتى حاسمة، نقول مهمة جدا باش ما نبرغوش. أولا خلونا نخرج المباراة على السياق نتاعها، ومن بعد ندخلوا في السياق نتاعها كتصفيات كأس إفريقيا. كي نجيو نتكلموا عن مشوار بيتكوفيتش وعن مسيرة بيتكوفيتش مع المنتخب الوطني، نشوف أنه هذه أهم مباراة. وعلاش؟ لأنه تربص الأول في جوان، كان هو تربص تعارف أو ماشي في جوان، في كان في مارس، أول تربص كان في شهر مارس، كان هو يعني كان تربص تاع بريز دو كونتاكت، يعرفوا لي جوار مع المدرب الى اخره، مباراتين وديتين مع جنوب افريقيا ومع بوليفيا، مدرستين مختلفتين، معليش يعني قلنا هي تعرف. المباريات الثانيه ولا التربص الثاني والتوقف الثاني كان يعني منافسه مهمه جدا جت بسرعه، يعني ما خلاتش الوقت لبيتكوفيتش، وهي تصفيات كاس العالم اللي لعبنا الجوله الثالثه نتاعها والرابعه نتاعها، فشلنا في مباراه ونجحنا في مباراه. الان هذا التربص الثالث مهم، لانه الان بيتكوفيتش انا نشوف بانه ما عندوش مجال للخطا، ما عندوش مجال للاجتهاد مره اخرى. المره اللي فاتت مباراه غينيا يعني زحفتنا كثير وصدمتنا حتى، والناس اللي كانوا في الملعب انصدموا من الاداء، وكل واحد كيف برر الوضع. لكن احنا رياضيين نعرف كره القدم، نقول انه كل حاجه فنيه يتحملها المدرب، ما نهضروا على مؤامره، ما نهضروا على سحور، ما نهضروا على تحكيم، ما نهضروا على ولا شيء، اي خلل فني يتحمله المدرب. ومن بعد نبداو نتكلموا على الامور الاخرى. تربص هذا الان راح يعطينا حكم، ما نقولش نهائي ولكن حكم نقدر نبني عليه، يعني المنتخب هذا كيفاش راح يكون مع بيتكوفيتش. لانه في شهر جونفي او شهر جوان كان وجهين، او حتى انا نقول ربع وجه، يعني كان ثلاث ارباع سيئة جدا ومخيبة جدا وكانت كوشمار صراحة. الرابع اللي هو الشوط الثاني تاع أوغندا بعث لنا نوع من الأمل، بعث لنا نوع يعني من التحفيز، وخلانا نثيق في هذا المنتخب. الآن جات القائمة صحبتها عديد الانتقادات اللي صراحة أنا نشوفها فيها مبالغة، ما نقولش الانتقاد كاين، كل واحد عنده الحق باش ينتقد، سواء القائمة سواء الأداء سواء التشكيلة كلش. هذا مدرب كرة قدم، هذا منتخب كرة قدم، منتخب الشعب الجزائري، والشعب الجزائري هو أول يعني العامل الأساسي لهذا المنتخب وكلش، يعني كرة القدم والمنتخب راه من أجل الجمهور الرياضي بطبيعة الحال، وبالتالي ولا واحد يجي يكمم لهم أفواههم ويقول لهم ما تنتقدوش ولا رقم تحطم، وكل واحد عنده رأيه باش ينتقد. لكن أنا نشوف كان فيه مبالغات، الناس الآن بدأت تتكلم وكأنه المنتخب خلاص التربص كمل وفشل. لما نجي نسمع انتقادات مثلا عدم قدوم شايبي، نعم انا واحد من الناس زعفت ما عجبنيش الحال، لكن من بعد قلت ستوب خليني نشوف واش يصرى في الملعب. هل المنتخب نتاعنا قادر يقدم؟ مش قادر يقدم، لان المنتخب نتاعنا الان لو فاز بالمباراتين ولا واحد راح يتكلم على شايبي، ولا واحد صراحه، ولا واحد راح يتكلم على شايبي. لكن شايبي يبقى لاعب مهم، ونتمنى نشوفه في التنافس او المنافسات القادمه ان شاء الله، وانا متاكد انه راح يجي باذن الله، لانه الجميع راح يسهر على خدمه المنتخب الوطني. اذا اول شيء على هذا الشيء نقول انه المباراه مهمه جدا، لانه راح تعطينا نظره مستقبليه للمنتخب مع بيتكوفيتش. اذا المنتخب ما اداش بمستوى جيد جدا، نتكلم على الاداء قبل النتيجه، لازم الان خلاص هذا ثالث تربص، الان اللمسه تاع المدرب لازم تبدا تبان، لازم نبدا نشوف جمل في ارضيه الميدان. نتمنى انه واش شفناه في الشوط الثاني تاع اوغندا هو لمسه مدرب، كيفاش نعرف؟ من التربص هذا. اذا شفت هناك تحسن في الاداء مع غينيا الاستوائيه ومع لايبيريا في مانروفيا، الان نقدر نتكلم عن لمسه مدرب.
انا القائمه تتبدل، القائمه مش يعني احنا درنا منها قبه، يعني من الحبه درنا قبه، لانه القائمه دي تتبدل. شايبي مش كاين اليوم، الان الشهر الجاي راح تكون طرابلس يكون شايبي، نوفمبر ممكن يكون شايبي، لكن اللي يهمنا ولازم نركزوا على منتخبنا هو الاداء وقبل النتيجه، لاني ممكن نفوز على غينيا باداء سيء، ممكن نفوز على ليبيريا باداء سيء، ممكن نتاهل وباداء سيء، من بعد نجي ننصدم في كاس افريقيا ونخرج مره واحده اخرى من الدور الاول. وحنا الحمد لله رانا شعب كروي، منتخب كره قدم، الهدف نتاعنا نربو كاس العالم ونروحوا الى ابعد نقطه ممكنه من يعني الـ يعني الـ ان شاء الله بربي في كاس افريقيا. اذا هذه النقطه الاولى، وعلاش نقولوا ان التربص مهم جدا. التربص كذلك مهم جدا لانه الان اللاعبين لازم يلتحموا بيناتهم وبين المدرب، لانه نقولوا صراحه ندخل بعض الشك في نفوس اللاعبين وحتى في الطاقم الفني في التربصين اللي فاتوا. التربص الاول كان عندنا مشكل في تلقي الاهداف، والتربص الثاني المباراه الكارثيه تاع غينيا. الان جات فرصه باش نعاود ندير المعنى ونعاود ندخل الثقه للاعبين اللي راحت لهم من كاس افريقيا، الثقه راحت تماما. الان هذه فرصه باش نعاودوا نرجعوا الثقه للاعبين. كذلك اهميه المباراه هي نعاودوا نرجعوا ديك الثقه بين الجمهور وبين المنتخب الوطني، بين اللاعبين وبين الجمهور، بين المدرب وبين الجمهور. الان كاين انقسام، وانقسام كبير جدا في الوسط الجماهيري، يعني في نظرتهم للمنتخب الوطني، في نظرتهم للمدرب، لكن ممكن انه هذا التربص يهدأ الوضع ويخلي الثقه هذه تكبر، هدوء الوضع، والثقه هذه لما تزيد تخلي المنتخب يعمل فيه هدوء. لما نجي نتكلم على المنتخب يعمل فيه هدوء، وهنا نجي نتكلم على النتيجه اللي لازم راح تكون مهمه جدا. وعلاش؟ لانه راح نواجهوا اولا منتخب في مجموعتنا في تصفيه كاس افريقيا، اول مباراه في تصفيه كاس افريقيا، وامام المنافس الاول تاعنا في المجموعه، يعني لما نفوز عليه راني قطعت شوط كبير الى كاس افريقيا. وانا نتمنى أنه نتأهلوا بسهولة، لأنه هذا هو المفروض. إحنا منتخب جزائري المفروض ماشي تصفيات كأس إفريقيا ب 24 منتخب هي اللي تشدنا. أنا كنت نقول أنه التصفيات في كأس إفريقيا ب 24 منتخب في وقت بالماضي، كنت نقول بأنه أنا نعتبرها مباريات ودية لأنه تصفيات سهلة. الناس كان يقول لك كان تعرف جايبها ورا بالماضي، راني نقولها في وقت بيكوفيتش. تصفيات كاس افريقيا ب 24 منتخب انا نعتبرها مباريات وديه، واللي ما يتاهلش كاس افريقيا ب 24 منتخب عيب كبير، عيب كبير. المفروض تتاهل وانت مغمض عينيك، حتى لو تلعبها بالمحليين تتاهل. تفاهمنا على هذه النقطه. الامر الثاني والنقطه الثانيه اللي انا كذلك نعتبرها مهمه هي انه راح نواجه المنتخب، نعم مش مليح كثير في التصنيف، 88 في تصنيف الفيفا. تعرفوا بانه منتخب غينيا الاستوائيه واجهنا في كاس افريقيا الكاميرون وخسرنا معاه. منتخب غينيا الاستوائيه فاز على كوت ديفوار بطل افريقيا في النسخه اللي فاتت ب 4-0 في المجموعات، واللي كانت سبب في اقاله المدرب تاع كوت ديفوار والمساعد نتاعو اللي حمل المشعل وفاز في الاخير بالبطوله. لما نقول الرتبه 88، المنتخب نتاعنا من سنه 2021 ما فازش على منتخب التصنيف نتاعو يتجاوز ال 90. فزنا على زامبيا في تشاكر ب 5-0، بعدها كل المنتخبات اللي فزنا عليها في مباريات رسميه يعني تحتل من مركز التسعين وطلع. الان ممكن نفوزوا على منتخب غينيا الاستوائيه ونحسنوا في الترتيب، ويكون افضل منتخب فزنا عليه اخر سنوات هو يحتل المركز 88. هذه فقط يعني معلومه، يعني نقول انه ثانويه مقارنه بالمعلومات اللي قلناهم من قبل. الثقه بين المدرب واللاعبين، بين المدرب والجمهور، بين الجمهور واللاعبين، وبصفه عامه بين الجمهور الرياضي وكذلك المنتخب نتاعو اللي الثقه هذه عفوا يعني راحت. كذلك هذا الامر مهم جدا لازم ندوه بالحسبان. نتمنى انه جمهور وهران غدا يقف مع المنتخب، يساند المنتخب طيله 90 دقيقه، لانه الفوز بمباراه غد راح يفتح لنا ابواب كبيره جدا للذهاب قدوما، وتنقص شويه الانتقادات اللي صاحبت تربص هذا بسبب القائمه، وبين قوسين اللي انا نشوفها فيها مبالغه كبيره جدا. بالتوفيق للمنتخب نتاعنا احبتي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.